تماشيا مع الجهود الوطنية المبذولة لتنمية القطاعات الواعدة، يأتي برنامج تنمية الكوادر التقنية بتعاون بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة العمل. هذا البرنامج قائم على تنمية الخبرات التقنية والمهارات الاحترافية والتدريبية لتخريج كوادر وطنية مسلحة بالخبرة والاحترافية. رأس المال البشري يعتبر الأهم في مملكة البحرين، حيث تسعى كل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تطويره باعتباره الأساس في الدفع بعجلة التنمية المستدامة. ويأتي برنامج تنمية الكوادر التقنية ليحقق الاستدامة والإنصاف والقدرة التنافسية للمجتمع. نطمح طبعا من خلال هذا البرنامج أن احنا نعد قيادات وطنية قادرة على أداء الأدوار خاصة بتقنية المعلومات والاتصالات، ونخلق كذلك قيادات شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مملكة البحرين. الشباب البحريني والكوادر الشابة المتدربة بدأت البرنامج وتم توزيعها على مجموعة كبيرة من الإدارات، وتم تدريبهم في مجالات متعددة ومتنوعة. هذا البرنامج المميز يسهم في خلق فرص عمل للكوادر البحرينية المؤهلة في القطاعين الحكومي والخاص، ويسعى البرنامج إلى تمكين الأجيال القادمة لتنفيذ الرؤية الرقمية بسواعد وطنية. البرنامج قدم تدريب مكثف ل 240 شاب بحريني من التخصصات التقنية والمستفيدين من برنامج التأمين ضد التعطل، وطبعا الباحثين عن العمل. يتم تدريبهم تقنيا في الإدارات التقنية في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ليتم صقل مهاراتهم عشان يكونون يعني الخيار الأفضل للتوظيف لاحقا في تخرجهم من البرنامج في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. نحن نقف في الدفعة الأولى والتي تشمل 80 متدرب. في المرحلة الثانية يتم تدريبهم على رأس العمل، ويتم أيضا تدريبهم للحصول على شهادات احترافية. تدريب مكثف واحترافي عالي القيمة يوفره هذا البرنامج الذي يطور القدرات الوطنية ويمنح الشهادات الاحترافية المعتمدة دوليا. برنامج تنمية الكوادر التقنية هو أحد البرامج الاستراتيجية التي تأتي لدعم وصقل المواهب البحرينية الشابة المختصة في تقنية المعلومات بهدف جعلهم الخيار الأول في التوظيف. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.